السؤال الثاني، تقول امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولا أخ ولا أخت، بل لها خالة وبنات خال وابن عم وقد يكون متوفى، فهل يرثها أحد من هؤلاء في حالة وجود ابن العم وفي حالة وفاته قبلها، وما نصيب كل منهم؟ إذا كان ابن العم موجودا فالمال له تعصيبا، نعم، وليس لذوي الأرحام شيء، لا للخال ولا للخالة. لا للخال ولا للخالة، بل يكون لابن العم ما دام موجودا، نعم، أو موجود أحد من أولاده من بنيه ولو نزلوا، أو موجود أحد من بني العم ولو نزلوا، فإن المال يكون له. فإن لم يكن ابن العم موجودا ولا أحد من أولاد من بنيه ولو نزلوا، فإنه ينتقل إلى من بعدهم من العصبة، إلى بني العم الأبعدين. ما دام يوجد من العصبة أحد فإن المال لهم، فإذا لم يوجد أحد من العصبة قط ولا يوجد إلا الخال والخالة، فإن المال يكون لهم. هذا من توريث ذوي الأرحام، والخالة وبنات خال. نعم، يرجع المال لهم لأنهم يكونون من ذوي الأرحام، ينزلون منزلة من أدلوا به وهي الأم. نعم، يقسم بينهم بالتساوي. لا، نعم، يفرض كأن الأم ماتت عنهم، فيكون المال كله للخالة ولا شيء لبنات الخال، لأن الخالة أقرب إلى الميت، أقرب إلى الوارث، لأن الخالة أقرب إلى الوارث من بنات الخال. الخال. نعم، والقريب يسقط البعيد. القريب يسقط البعيد إذا كانوا في جهة واحدة. نعم. نعم.